بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحصة ومع أول درس من دروس الدورة الثانية اللي هو درس المعادلات والمتراجعات. بالنسبة للدورة الأولى كنتمنى أنكم جبتوا فيها نقاط ممتازة. بالنسبة للتلاميذ اللي حصلوا على نقاط جيدة يحاولوا يحافظوا عليهم في الدورة إن شاء الله، وبالنسبة للتلاميذ اللي ما جابوش مزيان يحاولوا يجمعوا راسهم ويجتهدوا أكثر وإن شاء الله يكون غير خير. إذا غنبداو مع أول فقرة اللي هي المعادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. إذا فيما يخص معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، هي كل متساوية تكتب على شكل AX زائد B تساوي صفر. إذا هذه المتساوية هذه هي معادلة من الدرجة الأولى، لأن عندي هنايا أس واحد ذات المجهول واحد، والمجهول هنا راه هو X، هذا هو المجهول. مزيان. إذا هنا A و B هما بطبيعة الحال عددان حقيقيان معلومان، يعني راه كنعطيوك A وكنعطيوك B، كنطلبو منك تحل هذه المعادلة. وباش تحل هذه المعادلة يعني خصك تلقى القيمة ديال إكس، وهذيك القيمة اللي كتلقى راه هي القيمة الوحيدة اللي كتحقق لك المتساوية. مزيان. وهنا بطبيعة الحال راه ممكن تلقى بعض المعادلات التي ليس لها حل. إذا هنا الأمثلة اللي كتعطاو لك إما بحال هذا المثال، هذا مثلا جوج إكس زائد ثلاثة تساوي واحد، العدد مثلا تساوي واحد، أو لا بحال هذا المثال هذا اثنان إكس ناقص ثلاثة مثلا تساوي أربعة إكس زائد مثلا خمسة، أو بحال المثال هذا ثلاثة عامل لإكس ناقص أربعة تساوي اثنان عامل لإكس مثلا ناقص واحد أو زائد واحد. واضح؟ أو لا شي مثال اللي فيه المقام، مثلا إكس ناقص ثلاثة على جوج زائد مثلا إكس على ثلاثة تساوي مثلا واحد على ستة. زين، نبدا بهذا المثال هذا. اذا دائما ملي كتلقاو بحال هذا النوع هذا ما عليك الا تجمع الحدود المتشابهه، يعني كتحاول تجمع المجاهيل في طرف والمعالم في طرف، يعني الاعداد في طرف والمجاهيل في طرف. بالنسبه لهنا راه بسيطه، ما عليا الا نحول ثلاثة من الطرف الاول للطرف الثاني، لكن هنا خصك ترد البال. دائما ملي كتبغي تحول واحد العدد من طرف لطرف خصك تغير الاشاره ديالو. مزيان. اذا شنو عندي هنا 2 اكس زائد ثلاثة تساوي واحد. إذا هنا كما قلنا غنحاول نحول ثلاثة من الطرف الأول للطرف الثاني، أش غيولي عندي؟ اثنان إكس تساوي واحد، ثم غنحول ثلاثة هنايا كما كنلاحظو عندي هنايا زائد. ملي غنحولها من الطرف الأول للطرف الثاني غنغير الإشارة، يعني غتولي هنا ناقص ثلاثة وكتحسب. إذا اثنان إكس تساوي واحد ناقص ثلاثة ما هي إلا ناقص اثنان. إذا هنا عندي لدينا ثم إذا ياه. مزيان. من بعد هنا خاصنا نتخلصو من اثنان، وباش نتخلصو من اثنان غنضرب في المقلوب ديال اثنان، والمقلوب ديال اثنان راه هو واحد على اثنان. من طبيعة الحال ملي كنضرب في الطرف الأول في شي عدد تا الطرف الثاني غنضربو في نفس العدد، يعني ملي يكون عندك أ تساوي بي، ملي غنضرب أ في سي بي ايضا غنضربها في سي، اذا غتولي سي ا تساوي بي سي. هادشي اللي غندير هنا. اذا شنو عندي؟ اثنان اكس تساوي ناقص اثنان، غنضرب هنا في واحد على اثنان، ثم ايضا هنا غنضرب في واحد على اثنان، وهنا راه كتختزل. عندي اثنان مع اثنان، اش بقى لي هنا؟ واحد اكس، واحد اكس بطبيعة الحال راه هي اكس. مزيان. تساوي هنا ايضا غنختزل اثنان مع اثنان، اش عندي هنا؟ ناقص واحد. إذا هاد العدد اللي لقيت هنا هو الحل ديال هاد المعادلة. أشنو كنقول هنا؟ المعادلة تقبل حلا وحيدا بطبيعة الحال هو ناقص واحد. مزيان. إذا بالنسبة لهنا هاد العدد اللي لقيت هنا راه هو العدد الوحيد اللي كيحقق لك المتساوية، يعني إلا جيتي للمتساوية هنايا وعوضتي إكس العدد ناقص واحد اش غيولي عندي؟ اثنان في نعوض نعوض اكس بناقص واحد اللي لقيت زائد ثلاثة هنا تساوي، غنحسب جوج في ناقص واحد تعطينا ناقص اثنان زائد ثلاثة، ومن طبيعة الحال ناقص اثنان زائد ثلاثة راه تعطينا واحد، ومن طبيعة الحال لقيت المتساوية ديالي صحيحة. إذا حل هذه المعادلة هو العدد ناقص واحد. نمروا للمثال الثاني. إذا غادي ناخذ هذا المثال هذا، شنو عندي؟ 2 إكس ناقص 3 تساوي 4 إكس زائد
5. إذا ملي تلقاو بحال هاد النوع هذا، أول حاجة ما عليكم إلا جمعوا الحدود المتشابهة، يعني دائما حاول تجمع المجاهيل في طرف والأعداد في طرف. إذا أنا شنو عندي هنا؟ 2x غنحتفظ بها، ثم عندي 4x غنحولها من الطرف الثاني للطرف الأول مع تغيير الإشارة. نرد البال، هنا راه عندي زائد، إذا ملي غنحول 4x للطرف الأول غتولي عندي هنا ناقص 4x، مزيان، تساوي عندي هنا 5 في الطرف الثاني إذا غتبقى، ثم ناقص 3 غنحولها من الطرف الأول للطرف الثاني مع تغيير الإشارة، عندي هنا ناقص غتولي هنا زائد، مزيان. إذن ثم من بعد شنو غندير هنايا؟ 2 ناقص 4، عندي هنا إكس، إكس هو عامل مشترك غنحتفظ به، ثم غنحسب هنا 2 ناقص 4 تعطينا ناقص 2 تساوي، وهنا غتحسب 5 زائد 3 ما هي إلا 8. من بعد غنتخلص من ناقص 2، باش نتخلص من ناقص 2 غنضرب في المقلوب ديال ناقص 2 أو لا غنقسم على نفسه اللي هو العدد ناقص 2. إذا أش غيولي عندي؟ إكس تساوي هذا العدد اللي عندي هنا اللي هو 8 مقسومة على ناقص 2 تساوي، ومطابق الحال 8 مقسومة على ناقص 2 هي ناقص 8 على 2 اللي هي ناقص 4. إذا هنا كنلقى واحد العدد، هذا العدد اللي لقيت هنا راه هو حل هذه المعادلة، وهنا كنأول نتيجة، يعني المعادلة تقبل حلا واحدا هو ناقص 4، مزيان. إذا هذه هي الطريقة، دائما ملي تلقاو هذا النوع هذا ما عليكم إلا جمعوا الحدود المتشابهة، يعني حاولوا تجمعوا المجاهيل في طرف والمعالم في طرف، وردي البال دائما ملي كنحول واحد العدد من طرف لطرف كنغير الإشارة ديالو، ومن بعد ما عليك إلا تبسط. وهنا باش نتخلصوا من ناقص 2 كما قلنا غنضرب في المقلوب ديال ناقص 2 اللي هو 1 على ناقص 2 أو لا ناقص 1 على 2 أو اللي كنقسم على ناقص 2، إذا غتعطينا إكس تساوي 8 مقسوم على ناقص 2 اللي هي ناقص 8 على 2 اللي هي ناقص 4. إذا المعادلة تقبل حلا وحيدا اللي هو ناقص 4. إذا فيما يخص المثال الثالث اللي كتلقاو مثلا عندي هنا 3 عامل لإكس ناقص 4 تساوي 2 عامل لإكس زائد 1. إذا دائما ملي تلقاو هذا النوع هذا أول مرحلة هي النشر، إذا هنا غنشر، إذا هنا شنو غنستعمل؟ ك عامل لأ ناقص ب ولا زائد ما عنديش مشكل، إذا تعطينا ماذا؟ ك أ ثم زائد ناقص كاب، مزيان. إذا شنو يعطيني هنا؟ 3 في إكس اللي هي 3 إكس ناقص 3 في 4 تعطينا 12 تساوي 2 في إكس اللي هي 2 إكس ثم زائد 2 في 1 اللي هي 2. من بعد ملي كتحصل على هاد المعادلة هادي راه عملتوها أو عملناها في المثال السابق، يعني أول حاجة ما عليا إلا نجمع الحدود المتشابهة، يعني المجاهيل في طرف والمعالم في طرف آخر، إذا تعطينا 3 إكس، ثم نحول 2 إكس للطرف الأول تعطينا مع تغيير الإشارة ناقص 2 إكس تساوي، عندي هنا 2 ثم ناقص 12 نحولها من الطرف الأول للطرف الثاني يعني غتولي زائد 12، مزيان. يعني 3 إكس ناقص 2 إكس هي إكس تساوي، من طبيعة الحال 2 زائد 12 تعطينا 14، إذا لقينا واحد الحل اللي هو 14. إذا هذه المعادلة أو حل هذه المعادلة، إذا هنا كنجي كنأول نتيجة حل هذه المعادلة هو 14. إذا كما قلنا دائما ملي تلقاو بحال هذا النوع هذا أول مرحلة خصكم تنشرو، من بعد كتحصل على هذه المعادلة هذه، وكما قلنا راه هي بحال المعادلة اللي عملت في المثال الثاني، ما عليك إلا تجمع الحدود المتشابهة مع تغيير الإشارة ملي كتحول واحد العدد من طرف إلى طرف. إذا إلا خديت هذا المثال الأخير، دائما ملي تلقاو بحال هذا النوع هذا أول مرحلة خصكم توحدوا المقام، يعني كنشوفوا هذا الأعداد اللي عندي هنايا، عندي 2 ثم 3 ثم 6، إذا كنقلب على المقام الموحد، إذا هنا المقام الموحد هو 6، إذا فاش غنضربوا 2؟ غنضربوا 2 في 3، فاش غنضربوا 3؟ غنضربوا 3 في 2، كنعرفوا أنه إلا عندي أ على بي، ملي كنضرب بي في كا، هذا أيضا غنضربوها في كا، هادشي اللي غندير هنا، إذا شنو عندي؟ 2 في غنضربها في 3 ثم 3 في 2، بطبيعة الحال الطرف الآخر عندي فيه 6 هنا في المقام. إذا فاش ضربنا 2 قلنا ضربناها في 3، إذا هاد العدد كامل اللي عندي هنا غنضربو في 3، إذا غتولي عندي 3 عامل لإكس ناقص 3، ثم فاش ضربنا 3
ضربناها في 2، إذن هاد إكس أيضا غنضربوها في 2 غتولي 2 إكس، ثم هنا واحد ديالي مزيان، من بعد أش غيولي عندي 3 عامل لي إكس ناقص 3 على 6 زائد 2 إكس على 6 تساوي 1 على 6 مزيان. إذن أنا شنو عندي هنا، غنطبق واحد القاعدة، إلا عندي أ على بي زائد سي على بي تساوي دي على بي، هادي اش كتعطينا؟ كتعطينا أ زائد سي على بي تساوي دي على بي. وباش نتخلصو من هاد بي غنضرب هنا في بي وهنا غنضرب في بي، يعني المقلوب ديال واحد على بي، غنختزل بي مع بي وغنختزل بي مع بي. إذن اش غيبقى ليا أنايا؟ غيبقى ليا أ زائد سي تساوي دي، يعني مباشرة كنحيد هاد بي هادي، يعني كنختزل بيها. إذن هادشي اللي غندير هنا، اش غيبقى عندي هنايا؟ غتولي عندي 3 عامل إكس ناقص 3 زائد 2 إكس تساوي 1، يعني كنختزل بهاد الستة اللي عندي هنايا مزيان. من بعد ملي كنوصل لهاد المرحلة هادي راه كتولي عندي بحال المثال السابق، يعني أول مرحلة خاصنا نشرو. إذن اش غنولي عندي؟ 3 في إكس اللي هي 3 إكس ناقص 3 في 3 تعطينا 9، ثم زائد 2 إكس تساوي 1. إذن ما عليا إلا نجمع الحدود المتشابهة. إذن 3 إكس هنا فقط غندير التبادلية، غنحول حداها جوج إكس، غتولي زائد جوج إكس. هنا ما غاديش نغير الإشارة لأن عندي أصلا في الطرف الأول، يعني ماشي حولتها من طرف لطرف مزيان، تساوي 1، ثم ناقص 9 غنحولها للطرف الآخر غتولي زائد 9. من بعد غنبسط 3 زائد جوج اللي هي 5، ثم العامل المشترك اللي هو إكس تساوي 1 زائد 9 اللي هي 10. إذا كم تساوي إكس؟ تساوي 10 على 5، أو 10 على 5 راه هي 2. إذا شنو غنقول هنا؟ حل هذه المعادلة هو العدد 2 مزيان. غنشوف معكم واحد المثال ديال واحد المعادلة ما عندهاش حل مزيان، لأن في بعض الأحيان ممكن تلقاو شي معادلة ليس لها حل. إذا شوفوا معايا، إلا خديت هذا المثال هذا، عندي 3 عامل لجوج إكس زائد 5 تساوي 4 عامل لإكس ناقص 1 زائد 2 إكس. كما قلنا دائما ملي نلقاو هذا النوع هذا، أول حاجة خصنا نشرو. إذا غنشر هنايا 3 في جوج إكس تساوي 3 في جوج هي 6، إذا 6 إكس، ثم 3 في 5 تعطينا 15 تساوي، ثم هنا 4 في إكس تعطينا 4 إكس، ثم ناقص 4 في 1 اللي هي 4، ثم زائد 2 إكس. من بعد ملي كنوصل لهاد المرحلة هادي كنجمع الحدود المتشابهة، إذا تعطينا 6 إكس، غنحول 4 إكس من الطرف الثاني للطرف الأول مع تغيير الإشارة غتولي ناقص 4 إكس، ثم غنحول جوج إكس من الطرف الثاني للطرف الأول غتولي ناقص جوج إكس تساوي، عندي هنا ناقص 4، ثم 15 غنحولها من الطرف الأول للطرف الثاني مع تغيير الإشارة يعني ناقص 15 مزيان. إذا هنا غنحسب، عندي العامل المشترك هو إكس، إذا إكس هو، ثم هنا غنحسب 6 ناقص 4 هي 2، 2 ناقص 2 0 تساوي ناقص 4 ناقص 15 هي ناقص 19. إذا هنا كاين بعض التلاميذ ملي كيوصل هنا كيقول لك إكس تساوي ناقص 19 على 0، وهذا خطأ مزيان. إذا هنا خطأ مزيان، علاش؟ لأن أصلا ما يمكنش ندير 0 في المقام، هذا أول حاجة، ما يمكنش مع عمرك تشوف 0 في المقام، واضح. ثم هنا شنو غندير هنا؟ شوفوا معايا، عندي 0 إكس تساوي ناقص 19، واش كاين شي عدد اللي غنضربو في 0 وغيعطينا ناقص 19؟ يعني واش كاين واحد شي عدد حقيقي ممكن نضربو في 0 ويعطينا ناقص 19؟ من طبيعة الحال هنا لا يمكن، يعني لا يوجد شي عدد حقيقي نقوم بضربه في 0 ويعطينا ناقص 19، لأن شنو قلنا في حل المعادلة؟ هو إيجاد قيمة المجهول التي من أجلها تتحقق المتساوية. إذا هنا ما كاينش شي عدد اللي كيحقق لنا هذا المتساوي، يعني ما كاينش شي عدد اللي ممكن نضربه في صفر ويعطينا ناقص 19 أبدا، لأن أي عدد ضربناه في صفر كيعطينا صفر. إذا هذه المعادلة شنو نقول هنا؟ هذه المعادلة ليس لها
حل. مزيان، اذا وصلنا الى النهايه ديال الحصه ديالنا. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. ما تنساوش تشتركوا بالقناه وتبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، ولا عندكم اي تساؤلات وضعوهم في التعليقات. وتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.